تعالوا بقى دلوقتي هنبدا ان احنا نعمل كيكه كومبوت الخوخ. تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. عندي ثلاث بيضات وهكون فصلهم بياض بيض وصفار، بياض ثلاث بيضات، وعندي معلقه عصير ليمون عليهم او خل، وثلاث معالق كبار من السكر، وثلاث صفار بتوع البيض هحط عليهم نص كوبايه سكر ونص كوبايه زيت ونص كوبايه من الحليب وكوبايه ونص من الدقيق، وكريم شانتيه يكون مضروب تمام. وعندي محتاجه بقى فانيليا او بشر ليمون او برتقان، اي حاجه يعني تخلي لي زفاره البيض مش موجوده، وكمبوت خوخ من اللي احنا مستخدمينه، وللتسقيه الميه بتاعه الكمبوت. هقول تاني المقادير: ثلاث بيضات، وعندي ثلاث بيضات مفصولين، البياض بتاعهم هحط عليه معلقه من عصير الليمون او الخل، وثلاث معالق كبار من السكر، وصفار البيض هحتاج له نص كوبايه من السكر ونص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من الحليب وكوبايه ونص من الدقيق، وكريم شانتيه وفانيليا او بشر ليمون او برتقان اللي موجود عندكم، وكمبوت خوخ، وللتسقيه ميه بتاعه الكمبوت بتاعه الخوخ. تمام، انا عندي اهو الميه بتاعه الكمبوت بالشكل ده تمام، والكمبوت ممكن هقطعه كده مكعبات صغيره كده عشان يعني اوزعه، ممكن تقطعه لنا مكعبات يا اسلام. تمام، تعالوا بقى ايه اول حاجه. عندي البياض بتاع البيض هحطه كده، هحط عليه عصرة ليمونة كده أو خل على حسب اللي انتوا حابينه، هحط ثلاث معالق من السكر وبرده شوية فانيليا، وهبدأ ان انا اضرب بياض البيض، ولازم تكون البولة اللي انا بضرب فيها تكون ناشفة مش مبلولة، نقطة مهمة جدا في الموضوع ده. بصوا وانا بضرب البيض البياض بتاع البيض هجيب الثلاث صفارات اهو، ثلاثة صفار بتوع البيض والفانيليا ونص كوباية السكر تمام، وعصرة الليمون او معلقة الخل، وهبدأ ان انا اضرب كل ده مع بعض، الصفار مع السكر مع الفانيليا مع معلقة الخل او عصير الليمون. كل مدى بيفتح، بس انا عايزاه يبقى فومي، فعشان كده يعني الخطوه دي مش هينفع خالص ان انا اوقفها. تمام، هجيب بس الزيت واللبن وهبدا ان انا اضربهم مع السكر والصفار والفانيليا ومعلقه الخل دول. تمام، هضربهم يدوي كده لحد ما بياض البيض يبقى زي الفوم شويه.
نصه ابتدى لونه يفتح ويبقى ابيض كده ويبدا يعمل زي ما احنا عايزين فومي كده شويه. تمام بصوا لحد ما بصوا هيبقى ماسك، شايفين ازاي يعني القوام بتاعه تقيل لدرجة ان هو بصوا ماسك اهو منقار الديك اهو. اوريها لكم تاني اهو، بصوا بيبقى خلاص اتضرب وماسك نفسه بالشكل ده. هنبدأ بقى ايه على الهادي كده ننزل عليه المقدار اللي احنا ضربناه على الهادي خالص، واتاكد ان كله اهو. امكس كده كل الكلام ده كده مع بعض على الهادي خالص عشان مش عايزه الهواء اللي انا دخلته في البياض يهبط قوي. عندي بقى هنا خلاص بصوا انا كده تمام قوي، بصوا كله اتخلط مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده عندي كوبايه ونص من الدقيق عليها معلقه بيكنج باودر، وهبدا ان انا ايه انزلها بالشكل ده وبرده على الهادي كده اقلب لحد ما كل الخليط عندي يختلط كويس جدا. اسرع شويه كده. خلاص الكيك عندي جاهز، تعالوا بقى ايه اتاكد بس ان مفيش اي دقيق ولا اي حاجه في الارضيه في اي مكان. نبدا بقى نجيب البايركس بتاعنا، وانا هشتغل في بايركس عشان هبقى محتاجه ان هو يبقى حاجه باينه الطبقات يعني فيها، مش عايزه اقلبها او مش عايزه افضيها من مكانها. هدخل الكيك يستوي عادي خالص على درجة حرارة 180، الفرن شغال تحت بس على الرف الوسطاني، عادي كيك عادي خالص زي ما بعمل أي كيك. هدخلها أسويها وبعد ما بتطلع تستوي بتبقى بالشكل ده. خليني أحطها كده. تعالوا بقى إيه اوريكم بعد ما طلعت. اول ما طلعت على طول انا سقيتها بصراحه، سقيتها لان هي بتبقى محتاجه تتشرب وهي سخنه جدا. فاول ما طلعت انا خرمتها زي ما انتم شايفين كده، خرمتها بتاعت شيش طاووق او اي سكينه او اي حاجه وشربتها. بصوا هي متشربه، هبدا بقى ايه اشربها اهو. بتشربوها، انا مش هشرب خلاص كتير تاني لان احنا ريدي انا مشرباها اهو بالشكل ده كده لحد ما كلها تتشرب معاكم، وانتوا بقى سقوا يعني براحتكم، بس يعني يفضل وهي سخنه. اول ما تطلع على طول وهي سخنه جدا تبداوا تعملوا موضوع التسقيه ده، بيفرق جدا. تمام، انا بس يعني ايه هوزع كده عشان ما تبقاش في حاجه سايله. عندي بقى كريم شانتيه مضروب، وعندي الكمبوت بتاعي مقطعاه اي تقطيعات انا عايزاها مفيش مشكله خالص، زي ما تحبوا مقطعينها شرايح بالطول، مقطعين مكعبات اللي انتوا عايزينه. وهنبدا بقى ايه نوزع كده الطبقات. انا الكريم شانتيه كمان مش عايزاه تقيل، عاملاه يعني قوامه خفيف
مش حابه ان هو يبقى تقيل اهو الشكل ده كده اهو. هوزع كده اهو الشكل ده. انتوا سيبوا كمان الكيك يتشرب خالص. بصوا هو فيه سوائل فعشان كده مسيل معايا بزياده، فهو سخن بيشرب تماما، والكيك اللي بالطريقه دي بتبقى اسفنجيه فبتشرب جامد قوي السوائل اهو. هنوزع كده بالشكل ده اهو. نبدا كده ايه نساوي كده كله بالشكل ده، ندي هزه كده نساوي كل الكريم شانتيه اللي عندي، وهبدا بقى ايه احط الكمبوت بالشكل ده اهو. طبعا احنا عشان زي ما قلت لكم سقيت دلوقتي فما لحقتش اتشربت، فهتلاقوا فيها سوائل كتير، لكن انتوا في الطبيعي مش هتلاقوا فيها السوائل دي لو سقيتوها وهي سخنه وسبتوها تاخد وقتها في التسقيه بتاعتها اهو. وعلى الثلاجه بقى، ومش قادره اقول لكم بتطلعوا كيك متشرب ومتنغنغ وطعمه يجنن، طعمه حلو حلاوه مش طبيعيه بجد. كيك صيفي لطيف قوي، تقدروا تعملوه حتى يعني في المصيف كده ويفضل محطوط في الثلاجه، بجد من الحاجات الحلوه جدا ومن الحاجات اللي هتعجبكم قوي في الصيف. وانا بعتمد دايما في الصيف على الحلويات الساقعه المنعشه اللي هي يعني ما بتبقاش بقى سخنه قوي وكلها ملهلبه وطالعه من الفرن على طول والكلام ده كله. الشتاء اللي بنحب فيه اكتر الكلام ده. فاحنا النهارده عملنا ايه؟ عملنا لسان عصفور بالاجنحه، وعملنا كومبوت المشمش وكومبوت الخوخ بطريقه سهله جدا جدا جدا. في ناس بتقوم برضو مقشراهم قبل ما بتعملهم وبتقوم حطاهم زي ما هم كده، بس انا بحب بصراحه افتحهم عشان اشوف من جوه هم يعني كويسين وسلام ولا لا، ما فيهمش اي حاجه مش كويسه الكلام ده كله، وما بقشرهمش. انتوا حابين تقشروهم تقدروا ان انتوا تعملوا كده، مفيش مشكله خالص، بيبقى طريقة سهلة وبسيطة. حابين تقشروهم وتفتحوهم وبعد كده تعملوا نفس الخطوات اللي عملناها، هي 8 دقايق مش أكتر من كده عشان ناخد القوام الحلو والمتماسك وتبقى ماسكة نفسها، وفي نفس الوقت يعني تبقى بتقطم كده بس طرية وجميلة، والسيرب بتاعها خفيف وحلو زي ما انتوا شفتوا.